عودة لمتابعة تفجير بنغازي. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة دكتور محمد الزبيدي المحلل السياسي الليبي. سيد محمد، كيف نقرأ هذا التفجير؟ أمر طبيعي، مثل هذه التفجيرات الإرهابية أمر طبيعي جدا في ليبيا. القوات المسلحة قيادات الجيش مستهدفة من الجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق، مدعومة من تركيا، فهم كل ضباط الجيش ورجال الجيش مشاريع شهادة. يعني ما ليس أمر بغريب ولا عجيب، لأن هذه المجاميع الإرهابية وجودها يتناقض بالمطلق مع وجود القوات المسلحة، مع وجود الأمن، مع وجود رجال الشرطة. ولذلك فأمر ليس بمستغرب مثل هذه العمليات حتى في أثناء المآتم وأثناء الجنازات وأثناء. ولكن يعني ما الرسائل التي يمكن التقاطها؟ ماذا أراد الإرهابيون الذين قاموا بهذا التفجير أن يوصلوا رسالة؟ يوصلوا رسالة مفادها أن لديهم خلايا نائمة في المنطقة الشرقية، في المناطق المحررة، في المناطق التي تخضع لسلطة الجيش. هم يبعثوا برسائل للعالم أو للداخل أو للمجاميع الإرهابية التي معهم أنهم موجودون في كل مكان وأنهم قادرون على الضرب في أي وقت. هذه الرسالة، يعني فحوى الرسالة، وكلنا استلمناها هذه الرسالة. ونحن نعلم جيدا أن كل هذه العمليات التي يقومون بها هي مجرد رقصة المذبوح، لأن الانتصارات التي يحقق الجيش في طرابلس خاصة يوم أمس وليلة البارحة، فيحاولوا هم بكل الوسائل أن يضربوا في أماكن أخرى لزعزعت ثقة الجيش في نفسه. ولكن هذا الأمر بعيد كل البعد عن التحقق، لأن الجيش وفراد الجيش على مختلف مراتبهم كما أسلفتهم مشاريع شهادة. طيب، بالحديث هنا سيد محمد أشرت إلى أن هناك الميليشيات التي تقف وراء هذا التفجير. نتحدث عن الدور التركي الداعم لهذه الميليشيات، يعني بالمعلومات الأولية المتوفرة حول هذا التفجير، هل نتلمس أي وجود ربما تركي حتى ولو كان استخباراتيا؟ لا، وجود تركي قطعا، لأن الأسلحة التي تم ضبطها في ميناء الخمس كلها عبارة عن ألغام لاصقة في السيارات، يعني تستخدم للصق بالعربات، وألغام قابلة للتفجير عن بعد، وبنادق كاتمة للصوت. هذه ونشرت وتحدثنا عنها في كل وسائل الإعلام، ولذلك هذه المجامع الإرهابية تستخدم هذه الأسلحة التركية. هذا أمر لا يحتاج إلى عيون زرقاء اليمامة لكي تكتشفه، أو إلى كثير من الإبداع وكثير من البحث في تناهي هذا الأمر. الأتراك بطبيعة الحال وبالقطع أنهم ضالعون في هذه العمليات الإرهابية. طيب، نتحدث عن المجتمع الدولي، ما المطلوب منه اليوم بعد ثبوت هذا الدور التركي سواء بشكل عسكري مادي لوجستي أو بشكل استخباراتي؟ الأتراك العالم يراهم، المجتمع الدولي، الدول الكبرى ترى الأتراك بعين المجردة، ترى الوجود التركي، ترى التواجد التركي في المواني، ترى التواجد التركي في المطارات. المجتمع الدولي يسمع أردوغان يوميا يصرح لوسائل الإعلام على مختلف. طيب، نعم سيد محمد، يعني هذا الاستهداف اليوم لقائد كبير في القوات الخاصة، هو قائد القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة، كيف سينعكس على معركة طرابلس؟ طرابلس مستمرة والانتصارات تتحقق كل يوم. يوم ليلة أمس بالذات ويوم أمس تمت السيطرة بالكامل من طرف القوات المسلحة على خلة الفرجان، وليس لهم إلا التسليم بالأمر الواقع مهما حاولوا أن يقوموا بأي عمليات إرهابية، فالنصر حليف للقوات المسلحة. أشكرك جزيلا محمد الزبيدي الدكتور السياسي الليبي، شكرا لك.